السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين ومتابعينا الكرام. عدنا إليكم في حلقة جديدة والتي سوف تكون حول طريقة شحن حسابنا في بنك بايسيرا، وذلك انطلاقا من موقع سبيكترو كوين. وأيضا سوف نتطرق إلى طريقة تحويل الرصيد الخاص بنا في بنك بايسيرا من إلى البيتكوين باستعمال يعني موقع بايزا. كل هذا سوف تشاهدونه في هذا. فقط لمن التحق معنا لأول مرة أتمنى أن يشترك معنا في القناة ليتوصل بجديد الفيديوهات. إذن أول شيء سوف نقوم به سوف نقوم بفتح الموقع الخاص بنا على سبيكترو. كما تشاهدون هنا في محفظة البيتكوين أنا أمتلك هذا الرصيد الذي قيمته 8 أورو. سوف أقوم بتحويل الرصيد الخاص بي من محفظة البيتكوين إلى محفظة كما شرحنا في الدرس السابق عن طريقة تحويل البيتكوين إلى أورو. أولا تستطيع يعني تحويل الرصيد الخاص بك ببيعه هنا مباشرة بالضغط على خيار بيع البيتكوين الخاص بك وتحويله إلى أورو. على سبيل المثال أنا لدي هذا المبلغ 8 أورو، عندما أقوم ببيعه واستقباله على محفظتي بالأورو سوف تصلني 7.85 أورو، وذلك يعني هناك بعض الاقتطاعات من الموقع. نفس الشيء إذا أردنا أيضا تحويل الرصيد الخاص بنا من محفظة البيتكوين إلى محفظة اليورو نختار فقط هذا الخيار الخاص بتحويل العملات. كما تشاهدون هنا لدي هذا الرصيد الخاص بالبيتكوين، نضغط هنا لوضعه في هذا المكان. سوف نقوم بتحويله إلى عملة اليورو ثم نرسله مباشرة إلى بنك البايسيرا. إذا أردت يعني تحويله يعني إلى دولار أو أي يعني عملة تختار فقط العملة التي تريد تحويل بها. إذا ما يهمنا هو الآن هو تحويل هذا المبلغ إلى اليورو. شاهدوا أحبابي الله تم وضع المبلغ هنا، نقوم بالضغط على هذا الخيار للتحويل. شاهدوا هنا يقول لك هو المبلغ، اضغط على كونفيرم للتأكيد، ننتظر فقط بعض الثواني. شاهدوا أحبابي الله تم التحويل في يعني ثانية واحدة. نذهب إلى البالانس، شاهدوا ها هو الرصيد تم تحويله من محفظة البيتكوين إلى محفظة اليورو كما تشاهدون. الآن سوف نقوم بشحن رصيدنا في بنك بايسيرا مباشرة من موقع سبيكترو كوين. نذهب إلى خيار ويدراو، هذه هي خيارات قمت بشرحها في الدرس السابق، فقط لم نشرح هذه يعني الميزة وهي التحويل البنكي. نقوم بالضغط عليها كما تشاهدون هنا هكذا. هنا تظهر لنا كل المعلومات الخاصة بنا. طبعا البنك الذي سوف نقوم بالإرسال إليه هو بنك بايسيرا. بنك بايسيرا موجود في ليتوانيا، لهذا سوف نختار من هنا ليتوانيا هكذا كما تشاهدون. طبعا المبلغ هنا في حسابنا باليورو كما تشاهدون، لو كان يعني المبلغ في الدولار سوف يظهر لك الدولار وأيضا باقي العملات. هنا المبلغ موجود في محفظة اليورو سوف نتركه هنا. جيد، هنا سوف تجدون نوع يعني التحويل أو البنوك التي سوف نستعملها. هنا طبعا البنك الأوروبي سوف نترك البنك الأوروبي هنا كما تشاهدون، نختار هذا الخيار دوما. هنا الرصيد الذي سوف نقوم بإرساله إلى بنك بايسيرا. إذا أنا سوف أقوم بإرسال كل المبلغ، نضغط فقط هنا في هذا الخيار، شاهدوا 7.85 من رصيدي في محفظة اليورو. بعد القيام بالاقتطاعات وهو يعني 1 يورو كما تشاهدون سوف تصلون على البنك 6.85 يورو. طبعا هذه الاقتطاعات خاصة بالموقع كما تشاهدون. هنا اسم واللقب الخاص بالمستلم، سوف اترك اسمي كما تشاهدون هنا كما تشاهدون اكونت نمبر وهو رقم الحساب الخاص بنا في بنك بايسيرا. اذا نذهب الى بنك بايسيرا للحصول على رقم الحساب الذي سوف نقوم بالارسال اليه كما تشاهدون هنا. ها هي الصفحه الخاصه ببنك بايسيرا. نذهب مباشره الى هذا الخيار اد فونت هكذا او ايداع المال كما تشاهدون هنا. اولا سوف نختار الحساب الخاص بنا. طبعا هناك حسابين، حساب خاص بالموقع وحساب خاص بالبطاقة البنكية. سوف اختار الحساب الخاص بالموقع لانني لم اتحصل على البطاقة الان. هنا سوف نختار مكان هذا البنك، طبعا دائما وابدا نختار ليتوانيا
هكذا دائما نختار ليتوانيا لأن هذا البنك موجود في ليتوانيا. أيضا هنا العملة هي طبعا اليورو، سوف نتركها اليورو. بعد أن نقوم باختيار هذه المعلومات سوف تظهر لنا معلومات إضافية هنا، شاهدوا رقم السويفت ها هو، كود البنك، أسماء الخاصة بالبنك هي بايزا ال تي، أيضا هنا معلومات خاصة بي وهو الاسم واللقب الخاص بي. هنا سوف نحتاج فقط رقم البنك، شاهدوا أحبابي في الله وركزوا في هذه النقطة، هذا هو الرقم الذي سوف نأخذه، يبدأ ب ال تي هكذا، نقوم بنسخه، نقوم بتحديده هكذا ونقوم بنسخه، ثم العودة إلى موقع سبيكترو كوين، نقوم بإلصاق رقم البنك هنا الذي سوف نقوم بإرسال المال إليه. هنا في هذا المستطيل كما تشاهدون يعني بعض المعلومات الخاصة، هذه يعني غير مهمة الآن، يجب التأكد فقط من رقم البنك والاسم واللقب الخاصين ب الشخص الذي سوف يستلم المال. إذا بعد أن نقوم بإعداد كل هذه المعلومات وتكون بشكل صحيح، نضغط على هذا الخيار سيف مايت هكذا، شاهدوا هذه النقطة قمت بشرحها في الدرس السابق، وهي عندما تقوم بسحب المال من الموقع سوف يرسل لك كود على الإيميل الذي قمت بالتسجيل به بموقع سبيكترو كوين. إذا سوف أذهب إلى الإيميل الخاص بي. شاهدوا أحبة في الله هي الرسالة الخاصة بالكود، نقوم بفتحها وأخذ الكود منها كما تشاهدون، هذا هو الرقم السري الذي يتم به التحويل كما تشاهدون. نعود إلى موقع سبيكترو كوين ونقوم بلصق الكود هنا ونضغط على هذا الخيار للتأكيد، شاهدوا أحبابي في الله تم تأكيد الإرسال إلى الرقم الخاص بحسابي واسم المستلم كما تشاهدون هنا. طبعا الاستلام سوف يستغرق بعض الوقت، طبعا من ساعة أو ساعتين إلى 24 ساعة، هذا في أيام غير يعني أيام العطلة. طبعا اليوم هو السبت وغدا الأحد، هذه الأيام لا يعمل فيها بنك بايزيرا لأنه بنك حقيقي متواجد على أرض الواقع، لهذا سوف يستغرق يعني بعض الوقت في وصول المال إلى الموقع. كما شاهدتم يعني هذه هي الطريقة الخاصة بإرسال المال من موقع سبيكترو كوين إلى بنك بايزيرا. نأتي الآن إلى طريقة تحويل المال أو الرصيد الخاص بك في بنك بايزيرا إلى البيتكوين. هناك يعني طريقة واحدة وهي بإرسال الرصيد الخاص بك من بنك بايزيرا إلى بنك بايزا كما تشاهدون هنا، لكن هذه الطريقة يجب يعني أن يكون الحساب الخاص بك في بنك بايزا مفعل بالوثائق، هذه أول شيء. ثانيا يجب أن ترسل المال، يعني يجب أن يكون لديك أكثر من 20 دولار حتى يتم تحويل المال الخاص بك من بنك بايزا إلى البيتكوين. لتوضيح أكثر، يجب أن يكون لديك رصيد أكثر من 20 دولار في موقع بايزيرا حتى تستطيع تحويله إلى بنك بايزا كما تشاهدون هنا، ومن بنك بايزا تقوم بتحويله إلى البيتكوين. كيف ذلك؟ سوف أضغط هنا على withdraw. نفترض أنك أرسلت 20 دولار إلى بنك بايزا كما تشاهدون، تقوم باختيار البيتكوين كما تشاهدون، وهكذا نقوم باختيار البيتكوين. هنا شاهدوا التعليمات الخاصة ببنك بايزا، يجب أن يكون الرصيد الخاص بك 20 دولار حتى يتم تحويل الخاص بك. هنا تضع يعني عملة الدولار، هنا تقوم بوضع المبلغ هكذا على سبيل المثال، هنا تقوم بوضع الأدرس الخاصة بمحفظة البيتكوين فقط وتضغط على next، وثم يطلب منك يعني كود التحقق أو كود البين الخاص بالإرسال والاستقبال الخاص ببنك بايزا وتقوم بالإرسال. طبعا أنا قمت بإرسال هذا المال، سوف أريكم يعني أنا قمت بتحويل 23 دولار إلى البيتكوين وسوف تستغرق المدة، شاهدوا ها هو كان لدي رصيد 23 دولار كما تشاهدون، ها هو الرصيد، وقمت بتحويله من بنك بايزا إلى محفظتي على البيتكوين. طبعا التحويل سوف يستغرق يعني حوالي 3 أيام أو 4 أيام وفي بعض الأحيان إلى 7 حتى يتم تحويل المال الخاص بك من بايزا إلى محفظتك على البيتكوين.
شاهدوا، أنا قمت بتحويل المال الخاص بي في يوم 16، يعني منذ حوالي يومين، ويعني وصول المال الخاص بي يجب أن يكون في اليوم 19، يعني كل شيء بالوقت وكل شيء بالتاريخ. أنا أنتظر حتى يصل يعني الرصيد الخاص بي. هذه يعني خطوة لا أظنكم يعني سوف تستعملون، ولكن توضيح فقط لطريقة تحويل المال من بنك بايزيرا إلى بنك بايزا، ومن ثم من بنك بايزا إلى محفظتك على البيتكوين. كان يعني هذا شرحنا لنهار اليوم، إن شاء الله تكونوا قد استفدتم منه. أي استفسار أو سؤال فاتركوه أسفل الفيديو في تعليق، وإن شاء الله سوف نقوم بالإجابة عليكم. فقط لا تنسوا الاشتراك في القناة وتشغيل زر الإشعارات لتصلكم جديد فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.